امبارح تقارير انجليزيه قالوا لو الدوري الانجليزي اتلغى الوضع عامل ازاي. هم اجلوا برضو الدوري الانجليزي حالاتنا كده. قال لك لو الدوري الانجليزي اتلغى ايه السيناريوهات اللي ممكن تحصل؟ في سيناريو ان البطوله تحسم لليفربول وانه الانديه اللي تهبط مفيش انديه تهبط يعني تفضل موجوده ويصعدوا عليهم اتنين ويلعبوا زياده فرقتين السنه الجايه. تفتكر لو في مصر هنا لا قدر الله اضطرينا نلغي الدوري يحسم للنادي الاهلي؟ بص انا بالنسبه للدوري الانجليزي انا قريت بعض الحاجات كده ان هو لو توقف خلال لمده 64 يوم مفيش بطل مفيش صعود ولا هبوط والدوري يعاد من ايه من موسم جديد لكن الموسم ده مش موجود اساسا. بص هي دي سيناريوهات بس انا بقول لك من السيناريوهات انه يحسموا البطوله ليفربول عشان فرق 6 نقط يعني فاضل له 6 نقط ياخد البطوله والفرق حاجه 20 نقطه مع مانشستر سيتي فالموضوع يعني صعب قريب قوي فهم برضو مش هيحرموا ليفربول من البطوله. ده سيناريو انا بسالك هل سيناريو ان الاهلي تبقى ليه البطوله السنه دي ممكن يبقى سيناريو موجود وشايفه منطقي ولا لا؟ لا طبعا يبقى موجود ومنطقي جدا يعني لان النادي الاهلي يعني اعتقد ماتش ولا اتنين كمان ويحسم البطوله برضو يعني لان الفرق برضو بعيد بينه وبين منافسيه الرئيس اللي هو نادي الزمالك. صح صحيح النادي المقاولين هو اللي في المركز الثاني تقريبا لكن هيبقى صعب جدا طبعا ان هو برضو يلحق النادي الاهلي في موضوع الابناط. فاعتقد ان هو وضع طبيعي جدا انه يحسم لو لا قدر الله اتلغى الدوري ان النادي الاهلي يحصل عليه وخلاص. هنخش هنا في مشكله ثانيه. صاحب المركز الثاني يكون مين؟ وانت صاحب التاني المركز التاني ده مؤهل لدوري الابطال. انا بحاول افكر معاك كده في السيناريوهات. ما هو الطبيعي يا كريم ان هو لازم يبقى المركز التاني خلاص هو اللي يلعب بطوله افريقيا اللي موجود دلوقتي. طبعا حقه يعني هو راجل تعب طول الفتره اللي فاتت وهو متصدر او مع المتصدر في المركز التاني فلازم هو اللي يبقى موجود يعني. الزمالك ساعتها الزمالك مش هيسيبوك وقتها او مش هيسيبوا اللي ماسك اتحاد الكوره يعني يعني اكيد مش دوري ابطال افريقيا. لا طبعا الموضوع صعب وان شاء الله ما نوصلش للمرحله الصعبه عشان فعلا هتبقى حزبه صعبه يعني. وهو برضو وقته هيعدي باذن الله يعني ان شاء الله. بس الناس تبقى زي ما احنا قلنا في الاول لازم تلتزم وتهتم بالموضوع. بلاش الموضوع اللعب عند كلنا مصريين وكلنا عارفين الدنيا بتبقى ماشيه ازاي بره. طبعا لا عايزين نهتم كويس جدا بالحاجات اللي احنا بنشوفها او الارشادات اللي بتوصل لنا من خلال اي وسائل اعلام او اي وسائل تواصل. طبعا اعتقد ان الموضوع مش هياخد كتير باذن الله يعني.